Syariah dengan nomor peserta QS 2.03 yang akan membaca pada halaman 20 Surah Al-Baqarah ayat 168 dengan qiraat Imam Nafi riwayat Qolun dan Waras. Kepada peserta disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم
ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم.